يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟ وما هي المسافة التي تحتاج فيها إلى محرم؟ وهل تحسب هذه المسافة بالوقت أو سفرها بدون محرم حرام؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل. إيش معنى لا يحل؟ معناه حرام. لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والمحرم تحتاج إليه في سفر القصر، السفر الذي تقصر فيه الصلاة تحتاج إليه. أما السفر القصير الذي لا تقصر فيه الصلاة هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن عليها أن تتحذر من أهل الفسق، وأهل تكون متحفظة أو تكون مع جماعة من النساء أو جماعة من الناس أو الركاب في السيارة، هذا فيما دون السفر. ما في السفر بلا بد من المحرم، ولو كانت في سيارة أو طائرة أو باخرة لا بد من المحرم.